النقطة أهم من الأداء. ده كان ملخص مباراة منتخب مصر والأولمبي ومنتخب الأسباني في بداية مشوار المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو النهاردة. طبعا أعتقد يعني دي طبعا إيجابية إن احنا ناخد نقطة من المنتخب الأسباني، بس ربما يكون الأداء ما عجبش فئة أو ما عجبش البعض، والبعض الواقعي شاف إن هو ده الأسلوب الوحيد اللي نقدر ناخد بيه نقطة من فم المنتخب الاسباني اللي بيضم 6 لاعبين شاركوا مع منتخب اسبانيا الاول في بطولة اليورو الاخيرة، واللي الفريق وصل فيها سيمي فاينل وخرج قدام المنتخب الايطالي بطل البطولة في النهاية. الكابتن غريب طبعا مش جديد عليه طريقة 3-5-2 او 5-4-1، هو دايما بيلعب بـ3 مساكين لما كان مدير فني منتخب الشباب، لو تفتكروا مونديال ارجنتين 2001 3 مدافعين. المدير الفني منتخب مصر الاول في 2015 وتصفيات افريقيا 3 مدافعين، المدير الفني منتخب الاولمبي 3 مدافعين. فهو بيحب طريقه 3-5-2 3-4-3 كل مشتقاتها، هو بيحب يلعب بـ3 ورا، وده اسلوب مش جديد على الكابتن شوقي غريب. النهارده شفنا منتخب الاولمبي واقف بطريقه اكثر دفاعيه، تقريبا ما عملناش اي محاولات هجومية على مرمى منتخب الاسباني، وربما هي دي المشكلة اللي ضايقت البعض، ان احنا ما هاجمناش خالص طوال 90 دقيقة وفضلنا متمسكين باسلوبنا الدفاعي، لان وكان واضح قوي ان الكابتن شوقي غريب الهدف بتاعه من اول مباراة ما يخرجش خسران، اخد نقطة احسن بكتير ما اطلع خسران واتزنق في الماتشين التانيين. لكن طبعا هو ما كانش لسه عامل حساب، ما شافش ماتش الارجنتين واستراليا، طبعا الاستراليا فاجئتنا بيه وقدرت تكسب الارجنتين 2-0، واكدت ان الارجنتين دخل البطوله متضرره من لعب كوبا امريكا قبليها. ليه؟ لان المنتخب الاولمبي فشل ان هو يستقطب اي اسم كبير من المنتخب الاول، ان هم كانوا لسه لاعبين كوبا امريكا وبالتالي مش هيقدروا يلعبوا بطولتين ورا بعض، وبالتالي خدوا راحه سلبيه بعد كوبا امريكا. تعالوا مع بعض بقى نشوف الماتش مشي ازاي النهارده، وازاي كابتن شوقي غريب خطط له او فكر ازاي يواجه المنتخب الاسباني. كابتن شوقي غريب لعب بطريقه اقرب الى 5-4-1، وطلب من لعبت ان هم ما يضغطوش خالص على المنتخب الاسباني بطول الملعب، وطبق الضغط من نص الملعب، يعني ساب الكوره للمنتخب الاسباني في نص ملعبه، وانس ان هم عدوا نص الملعب يبدا احمد ياسر ريان المهاجم الصريح يعني يقابل الحامل الكرة، ويبقى الضغط بتاعنا من عند نص الملعب. رمضان صبحي خد مهمة الدفاع في الجبهة اليسرى مع احمد فتوح، طاهر محمد طاهر خدها مع كيمي عراقي، امام عاشور واكرم توفيق قفلوا العمق قدام الثلاثي المساك احمد حجازي والوينش واسامة جلال، ووراهم طبعا محمد الشناوي. طريقتنا كانت واضحة، عايزين نقفل اي مساحة ممكن المنتخب الاسباني يخترق منها باي طريقه كانت، وبالتالي بدانا نعمل عمق دفاعي قوي جدا جدا جدا، واللعيبه بدات ترجع لورا بشكل قوي. فالرجوع للخلف ده اكيد بيبقى له ثمن. ايه الثمن؟ انك ما تقدرش تتحول الهجوم بسهوله، وطبعا موضوع انك تتحول الهجوم بسهوله ده صعب جدا، انك هتبدا تاخد المساحه دي كلها جري 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 جري. المنتخب الاسباني ببساطه كان من بدايه المباراه بيطير فول باك واحد، وبعد كده بمرور الوقت لما لقى ان احنا ما بنهاجمش بدا يطير الاثنين الفول باكس بتوعه، وبدا يهاجم بعدد يقترب من 8 لعيبه. شفنا من جيزه بصراحه الباك اليمين بتاع برشلونه كان عامل علينا جيم قوي جدا في بدايه المباراه، طبعا هو اتصاب كان له تدخل قوي جدا مع فتوح، بعد كده هو جاله شد عضلي شفناه في الخلفيه فاتبدل في اول قبل حتى ما مر نص ساعه. وبعديه طبعا اخطر لاعب برده للمنتخب الاسباني في وجهه نظري في المباراه كان سيبايوس، بعد التدخل اللي حصلت له في واقعه طاهر محمد طاهر برده ترك الملعب في الدقيقه 40، وبالتالي المنتخب الاسباني فقد اهم لاعب بيخليه يلعب كوره على الارض مع بيدري هو سيبايوس. سيبايوس لما خرج فعلا كان المنتخب الاسباني يعني انضر تماما بخروجه. مصر حاولت على قد ما نقدر ان احنا نقفل الاطراف قدام المنتخب الاسباني، منتخب بيلعب كره على الارض، فلسفه التيكي تاكا لسه ما زالت موجوده، شفناها في اليورو الاخير، وطبعا وجود بيدري وجود سيبايوس نقلوا
الفلسفة دي للمنتخب الأولمبي. وشفنا المنتخب الأسباني كان بس هو عنده مشكلة انه مش قادر يمرر بسرعة كبيرة بسبب الضغط المصري. يعني أكرم توفيق بصراحة في خط الوسط كان عامل شغل كويس جدا هو وإمام عاشور في الشق الدفاعي، وبالتالي ده بقى نأثر على الشق الهجومي. وهنتكلم على الشق الهجومي ليه احنا ما قدرناش نهاجم. المنتخب الأسباني ما كان بيحاول ان هو يعمل الباسنج جيم بتاعه لعبة الاستحواذ، على طول كان بيلاقي واحد واتنين بيضغطوا عليه في كل حتة لغاية لما يوصل عند خط الدفاع. اندفاع حجازي والوينش بصراحة الاتنين اكثر خبرة طبعا من أسامة جلال كانوا بيخوفوا اي لاعب. وشوفنا حتى حجازي عنده قدرة هائلة ان هو يقدر يعني يقف قدام الكرات البينية الطولية اللي كانت بتتلعب ورا كريم العراقي، لان كريم العراقي برضو كان في بعض الاحيان بيبقى اوت اوف بوزيشن، فكانت المساحه اللي ورا دي تبقى فاضيه. كان احمد حجازي قدر في ثلاث كرات في الشوط الاول يقدر يشتتهم من ورا كريم العراقي، كان فطن جدا جدا للحته دي. احمد حجازي طبعا لعيب خبره، لعيب كبير جدا، لعيب منتخب مصر، لعيب نادي اتحاد جده السعودي، بيلعب في دوري قوي جدا هو الدوري السعودي. قدر فعلا نقل خبراته النهارده كلها وقدر ان هو يقفل الجبهه دي ورا كريم العراقي. وكان واضح جدا المنتخب الاسباني ارى ان جبهه كريم العراقي لحد ما اضعف شويه من جبهه فتوح، وطبعا برضو طاهر دفاعيا اقل شويه من رمضان صبحي. رمضان صبحي قوي جدا بدنيا فبيقدر يرجع في الدفاع، وده برضو امر اثر عليه في الشق الهجومي. خطه مصر اقفل الاطراف عشان تجبر المنتخب الاسباني يروح للعمق، او ما يروح للعمق يلاقي الزحمه بتاعه الاثنين الهاف ديفندرات وثلاثه مساكين في خمسه في خماسي. صعب جدا جدا حتى لو عملت وان تو هات صعب. اللعبه الوحيده المنتخب الاسباني قدر يستفيد منها من العمق في الشوط الثاني لما خدوا ركله ثابته من على مشارف منطقه الجزاء. دي المره الوحيده اللي نقدر نقول هم اخترقوا العمق، كان بقيه اختراقاتهم كلها كانت من على الاطراف، وكانت هي الشغل الشاغل عند الكابتن شوقي غريب. وبالتالي اعتقد مع وجود كمان محمد الشناوي كان هم عايزين المنتخب الاسباني لما يوصل للمنطقه دي يبقى مجبر ان هو يلعب الكره العرضيه اللي وانس اتلعبت محمد الشناوي الحارس الامين 194 سنتي ما عندوش اي ازمه في ان هو يمسك الكره. ربما الكره الوحيده برضو الخطره اللي جت من كره عرضيه اللي جت في نهايه المباراه خالص لما محمد الشناوي قدر يلتقط الكرة بثبات لما اتلعبته في نص المرمى. الشق الدفاعي قدرنا نعمله بشكل مميز جدا. ايه مشكلتنا بقى اللي خلتنا نظهر بالشكل ده هجوميا وما نقدرش نعمل اي هجمات على مرمى المنتخب الاسباني؟ طريقه 5-4-1 ربما يكون الهجوم المناسب ليها هو الهجمات المرتده. ما تقدرش تعمل هجوم منظم بشكل بعدد كبير وانت بتلعب بخمسه في الدفاع، لان خلاص انت شلت مركز 10 وبدلته بمساك. طيب ايه الطريقه الصح؟ الطريقه الصح ان انت وانز انك سحبت المنافس بتاعك للتلت الاخير عندك لازم الضغط هنا يبقى شديد جدا بحيث انك تخطف الكوره. وانز انك خطفت الكوره لازم يبقى راس الحربه واخد الاثنين المساكين دول واقف في وسطهم، والاجنحه بتاعتك واحد منهم على الاقل فاتح على اللاين. ليه؟ عشان يستغل المساحه اللي ورا الفول باك زي ما هم بيستغلوا المساحه اللي ورا الفول باك بتاعنا، نستغل احنا كمان المساحه اللي ورا الفول باك بتاعنا. يبقى احنا عشان نقدر بقى نهاجم هنهاجم عن طريق حد من الثلاثي ده. الكوره لما تتخطف طبيعي جدا 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 ان انا ارميها على طول للي واقف في بوزيشن يسمح له بتهديد مره المنافس. بمعنى احمد ياسر ريان لو هو هنا اهو في المساحه دي والمساحه دي فاضيه، فطبيعي لو انا النهارده لاعب عندي لونج باس قوي اروح هتطهله قدامه هيروح انفراد بالمرتبه. لو احمد ياسر ريان ممسوك والفول باك هنا متقدم او داخل العمق لازم يكون عندي القدره ان انا العب اللونج باس لرمضان صبحي انزله هنا اهو. دي مش سهله خالص يا جماعه، دي لعبه صعبه جدا واحده من اصعب اللعبات اللي ممكن اي فريق يبقى متدرب عليها. النهارده حاولنا نعملها كتير ما عرفناش بسبب ايه؟ بسبب مهاره فرديه عندنا. يعني كريم العراقي او حتى امام عاشور لما كان بيحاولوا يلعبوا العكسيه او فتوح على طول كانت بتروح للدفاع المنتخب الاسباني، ما كانش عندنا القدره ان احنا نوصلها لطاهر او ل احمد ياسر ريان او حتى لرمضان صبحي. وبالتالي كل هجماتنا لما كنا بنحاول نبداها او نهدد مرمى المنتخب الاسباني كانت بتتقطع في نص الملعب، وبالتالي ما بنحسش ان احنا عندنا اي شكل هجومي على مرمى
المنتخب الاسباني. وبالتالي ايه اللي بيحصل؟ الكره تدور بقى عند اسبانيا. هم مثلا زمن الهجمه بتاعتهم ياخد من 45 ثانيه لدقيقه، ناخد احنا الكره 10 ثواني ونرجع نديها لهم تاني، فيبداوا يهاجمونا وهكذا. لو احنا الكره ضربه مرمى، مجرد ان احنا بنعمل بيلدينج اب في نص الملعب، وانس ان عدينا على طول بتتخطف مننا، لان احنا ما عندناش لعيب بلاي ميكر. امام عاشور لحد ما اشوفه مظلوم جدا في طريقه اللعب دي، صعب جدا هيعمل ايه. امام عاشور رقم 8 لكن هو مش 10. وانس ناخد الكوره وفي خمسه مدافعين ورا، وخلي بالك فتوح وكريم العراقي ما بيطيروش، محدش بيطلع، محدش بيعدي تلت الملعب بتاعه، ممنوع ممنوع. هو بس قال لهم يا جماعه احنا هنسيب الهجوم لرمضان صبحي واحمد ياسر وطاهر محمد طاهر، وامام عاشور بقى بيتقدم معاهم سنه. اكرم توفيق ممنوع، اوعى تطلع لقدام، مش عايزين اجوان، مش عايزين نهاجم. دي كانت الفلسفه او الشكل بتاعنا اللي خلى المنظر بتاعنا هجوميا يظهر بالشكل اللي احنا شفناه. كان ممكن يبقى شكل افضل لو احنا بنجيد اللعبه اللي انا بقول لكم عليها دي، الكره العكسيه، ان احنا زي النهارده نوصل الكره لرمضان صبحي ونحطه في موقف واحد على واحد عشان يقدر يستغل مهارته وقوته البدنيه. لكن كل ده ما حصلش، ان اللعيبه كلها كانت مركزه في الدفاع. حتى في شوط تاني بعد خروج سيبايوس وبعد خروج منجيزة وبعد ما المنتخب الاسباني فقد اتنين من اهم اوراقه الهجوميين، احنا برضو فضلنا نلعب بنفس الريتم، فضلنا نلعب بنفس الاداء، فضلنا نلعب بنفس النسق، لان احنا مش عايزين نكسب، احنا عايزين نخرج بنقطه التعادل. واعتقد احنا خدنا التارجت بتاعنا. مليون مبروك طبعا النقطه، واضح جدا الفرحه على البعثه المصريه في طوكيو، واحنا خدنا نقطه من بطل اوروبا ومن فرقه اللي بتضم 6 لاعبين لعبوا مع المنتخب الاول في اليورو ومنتخب اسبانيا. دلوقتي عندنا اختبار قوي جدا جدا يوم الاحد قدام الارجنتين. ليه بقى؟ لان خلاص النهارده استراليا كسبت الارجنتين 2-0. الارجنتين فريق متوسط الاداء، معهوش نجم كبير، معهوش حتى اسماء احنا عارفينها، وبالتالي لعيبه معظمهم من الدوري الارجنتيني يسهل التعامل معاهم، وبالتالي احنا محتاجين نفتح خطوطنا المباراه الجايه عشان نقدر نهاجم ونقدر نكسب. مهم جدا بعد ما استراليا النهارده حققته، لازم نعرف ان ماتش استراليا بقى هو الاصعب ماتش ارجنتين. المنتخب الاسترالي ظهر بمظهر بدني قوي جدا، فلازم ناخد بالنا من ماتش استراليا اكتر ماتش ارجنتين. ماتش ارجنتين الجاي ده اختبار قوي لينا، ان ده اول اختبار هجومي مطلوب مننا. كابتن شوقي غريب محتاج اوكي الفلسفه الدفاعيه جميله ولطيفه وخدت لنا نقطه النهارده. الماتش الجاي محتاجين نهاجم عشان احنا محتاجين نكسب المباراه الجايه، زي ما استراليا كسبت الارجنتين احنا ليه لا نقدر نكسب الارجنتين، ولكن محتاجين نغير الفلسفه شويه ونخاطر في الهجوم شويه عشان ان شاء الله يقدر المنتخب باذن الله يصعد لدور الثمانيه عن المجموعه دي. ده كان تحليل سريع لمباراه المنتخب الاولمبي مع منتخب اسبانيا. مبروك لكتيبه الكابتن شوقي غريب نقطه، وان شاء الله نبارك لهم على النقطة الرابعة بقى يوم الحد بعد ما نكسب الأرجنتين إن شاء الله يوم الحد الجاي. المباراة طبعا هتبقى الساعة 9:30 صباحا زي ما كان ميعاد ماتش مصر وأسبانيا النهاردة. شكرا جزيلا ليكم، كنت معاكم كريم سعيد.